مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء أحباب الطلاب، مع المراجعة رقم 3 على الدوال التربيعية. إن شاء الله نبدأ شرح المراجعة رقم 3. عندنا الدالة التربيعية في الصيغة القياسية أو في الصورة القياسية بتكون بهذا الشكل: اف اكس تساوي اي اكس تربيع زائد بي اكس زائد سي. الشكل ده بنستخرج منه بعض المعلومات. اول حاجة معادلة محور التناظر، معادلة محور التناظر. هنا معادلة محور التناظر لها قانون لابد تحفظه، اللي هو اكس يساوي سالب بي على 2a. اكس يساوي، اعملها كده نغمة كده، اكس يساوي سالب بي على 2a. فين البي وفين الاي؟ موجودين امامك هم. الاي اللي هو معامل اكس تربيع، والبي اللي هو معامل اكس، وبنفس الاشارات بتاعته. الجزء الثابت معاك السالب والاتنين مش هيتغيروا، هتكتبهم بعدين تعين قيمة البي والاي وتبدأ تحل. معادلة محور التناظر دي هنستخرج منها كمان نقطة الرأس. نقطة الرأس هي زي ما اتفقنا الحداثي الأول ده هو نفسه محور التناظر، هو سالب بي على 2a. طب وبعدين هتاخد القيمة اللي انت هتطلعها من القانون ده، هو من المعادلة دي، هتاخد القيمة وتعوض بيها في الدالة اللي عندك عشان يعطيني واي. فكلمة اف سالب بي على 2a يعني هتشيل الاكس بتاع الدالة اللي عندك وتحط بدلها القيمة اللي طلعت من سالب بي على 2a. هتفهم ان شاء الله اكثر مع المراجعة. المعلومة الثالثة مقطع واي. مقطع واي عندنا من الشكل ده سهل جدا، له طريقتين. اما تقول مقطع واي هو صفر و سي، سي اللي هي الحد الثابت اللي هنا اللي غير مرتبط بمتغير، سي الحد الثابت. يبقى اذا مقطع واي اما الاجابة بتاعتك تكون صفر وسي، او الاجابة بتاعتك تكون واي يساوي سي. الاسئلة بيقول اوجد محور التناظر للدالة اف اكس اللي امامك، اللي هي 2 اكس تربيع ناقص 4 اكس زائد 3. طبعا عندك الاربع اختيارات. يا ترى مين محور التناظر؟ طبعا عارفين ان محور التناظر له قانون، يا ترى حد حفظه؟ ها، اكس تساوي، احنا قلنا اعمله نغمه، اكس تساوي ها سالب بي على 2a. اكس تساوي سالب بي على 2a. عندك الاي اهي، حروف الانجليزي بالتسلسل a b c. A B C، A باتنين، B بسالب أربعة، C بثلاثة، مش هستخدمها حاليا في السؤال ده. يبقى ال B هنا بسالب أربعة وال A باتنين، هعوض في القانون اللي أمامك، وانتبه للإشارة سالب ديت لازم أن تكون معاك A، والاتنين اللي تحت، ومكان ال B سالب أربعة بإشارتها، وال A باتنين حطها في الحاسبة أو احسبها براسك كده هتطلع واحد. يبقى معادلة محور التناظر اكس يساوي واحد، حوط عليه. السؤال التالي بيقول اوجد رأس منحنى الدالة. عشان اجيب رأس المنحنى اولا لابد اجيب اكس تساوي سالب بي على 2a. ما اقدرش اجيب رأس المنحنى الاكس والواي الا ما اجيب الاكس الاول. فاولا هبدأ نفس القانون ده هكتبه مرة تانية، وهو طلعناها واحد بنفس القيم اللي فوق، هي نفس الشكل. هاخد الواحد ده اهو اعوض بيه في الداله اللي عندي، وطبعا اف اكس يعني واي، فهقول واي تساوي 2 افتح قوس 1 تربيع ناقص 4 1 يعني في 4 ضرب 1 زائد 3، حطها في الحاسبه هيطلع لك 1. يبقى كده عندي الاكس بواحد
والواي بواحد، يبقى إذا الزوج المرتب واحد واحد هو رأس المنحنى. يبقى كده تاني اتفقنا ان رأس المنحنى لازم اكس وواي. الاكس اجيبها ازاي؟ بالقانون اللي انا عارفه، سالب بي على 2 اي. بعد ما احسبها اعوض بالرقم اللي طلع في الدالة يديني قيمة واي. السؤال الثالث بيقول اوجد مقطع واي. مقطع واي هنا ما شاء الله مباشر جدا، قدامك طريقتين، اما يكون مكتوب واي يساوي او ازواج مرتبة. الزوج المرتب طالما عاوز مقطع واي لازما اكس تكون بكام؟ ها؟ بصفر. لازم اكس تكون بصفر، فقدامي حاجتين. طب صفر مع مين؟ مع الحد الثابت. الحد الثابت اللي هو 3، يبقى صفر و3 هي الاجابه الصحيحه. ندخل على السؤال التالي. بيقول اوجد محور التناظر للداله اف اكس يساوي 2 قوس اكس زائد 1 كل تربيع زائد 3. محور التناظر اتفقنا اكس لازما اكس يساوي، اكس يساوي مين؟ عكس اللي جنبها، يعني يساوي سالب 1. السؤال اللي بعده بيقول اوجد راس منحنى الداله اللي هي اف اكس يساوي 2 اكس اكس زائد 1 كل تربيع زائد 3، وعندنا اربع اجابات، يا ترى مين فيهم الصح؟ قلنا سهله جدا، راس المنحنى عكس اللي جنب اكس ونفس اللي بروحه، عكسه يعني سالب 1 و3. السؤال الثالث اوجد مقطع واي للداله المذكوره امامك اف اكس، وعندنا اربع اجابات، يا ترى مين فيهم مقطع واي؟ هنا بقى عشان اجيب مقطع واي ما تستعجلش وتقول لي زي المره اللي فاتت انا هحط مكان اكس صفر وهنا 3 يبقى 0 و3. لا، ده انت هتحط مكان اكس صفر وتحسب الناتج، يعني هيبقى الشكل كده. لإيجاد مقطع واي أضع إكس بصفر تبقى 2 افتح قوس 0 زائد 1 كل تربيع زائد 3 هيعطيك 5، يبقى مقطع واي هو 0 و5. ندخل على السؤال التالي مقالي، وهو السؤال الأخير في مراجعتنا النهارده إن شاء الله. مثل بيانيا الدالة اف اكس يساوي 2 اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 3، ثم اوجد كلا من محور التناظر والراس والمقطع واي. طبعا عندك رسم بياني جاهز، لكن عشان ابدا احل اول خطوه اهي، اكس يساوي سالب بي على 2 اي. لازم انا اجيب راس المنحنى، راس المنحنى مكون من اكس وواي، الاكس بتاعتي هذا القانون. طبعا الاي والبي والسي عرفنا ان هما 2، الايه البي باربعة، السي بثلاثة، هعوض في القانون اللي امامي، يبقى اذا اكس تساوي سالب اربعة على اتنين في اتنين يعني سالب واحد. اروح واخد السالب واحد ده، طبعا كده محور التناظر بقى عندي اللي هو اكس يساوي سالب واحد، ادي كده اجابة. هاخد السالب واحد اعوض به في الدالة دي عشان اطلع واي، ما هو عشان اجيب رأس المنحنى لازما اجيب اكس وواي، اكس جبتها، طب والواي فين؟ اهي واي اللي هي نفس اف اكس تساوي 2 اكس تربيع زائد 4 اكس زائد 3، هفرغ الاكس واحط مكانها القيمه اللي انا جبتها سالب واحد، بس لازما اقواس، انتبه لازما اقواس، اهي حطها في الحاسبه هتطلع لك واحد، يبقى كده عندك الاكس بسالب واحد والواي بواحد، يبقى كده عندي نقطه راس المنحنى الحمد لله وصلنا لها اللي هي سالب واحد وواحد. تحب تمثلها الآن؟ أهي سالب واحد وواحد، يبقى كده أدي نقطة الرأس. وفين محور التناظر؟ أهو إكس يساوي سالب واحد، لازم أن يمر بالسالب واحد وموازي الواي. طيب أنا محتاج كم نقطة على الأقل؟ محتاج 3 نقاط، نقطة الرأس وكمان نقطتين. النقطة الثانية سهلة جدا اللي هي مين؟ مقطع واي. مقطع واي اتفقنا أسهل ما يمكن، 0 و3، أو تقول واي تساوي 3. فين 0 و3؟ أهي. يبقى كده ما نقطة على المنحنى 0 و3 أمثلها، حلو جدا. تقدر تعكسها لي على هذا المحور؟ يعني تعكسها الجهة الأخرى، دي المراية، المحور هو المراية. هتعكس دي بتبعد مربع، هتمشي الناحية التانية مربع، يبقى الشكل بتاعها أصبح هنا أهو. كده عكستها طلعت 0. انعكاس 0 و3 على محور التناظر هتطلع لك مين يا ترى؟ سالب 2 و3.
وصل بينهم، خلص الموضوع، انتهت حل السؤال. وبكده نقدر نقول لكم جزاكم الله خير، وانتهت درس أو انتهت حصة المراجعة اليوم، ونلتقي إلى مراجعات أخرى بإذن الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.